ضمن فعاليات لجنة الأنشطة المجتمعية وبالتعاون مع مركز المرأة الخيري التابعان لجمعية النويدرات الخيرية، أحببت هذه اللجنة والمركز بأن تنظم هذه الفعالية، حيث دمجت فعالية يوم اليتيم العربي المصادف في تاريخ 10 مارس ومع عيد الأم المصادف 21، أدمجت هذه الفعاليتين وقمنا بعمل الماراثون الرياضي والذي حضره مجموعة من الشخصيات القرية. أتمنى أن مشاركة أهالي القرية أيضا في الماراثونات القادمة وفي الفعاليات، ونتمنى المزيد والمزيد لجمعية النويدرات الخيرية، ولكم جزيل الشكر. أردنا أن نربط بين اليتيم ووالدته التي ترعاه وتهتم به، وهذا المركز الذي نقوم ببنائه ويهدف إلى رعاية اليتيم والأم التي تقوم على رعايته. طبعا هي المشاركة هذه تمثل أولا من ناحية اجتماعية، وهذا التجمع يمثل دعم للتكافل الاجتماعي، والإسلام قائم على فكرة التكافل الاجتماعي، فأنا جيت اليوم على أساس أدعم هاي الفكرة، فكرة عظيمة في الإسلام. طبعا هذه مشاركة على قولتنا احنا قصيرة مننا، لكن كان بودي أن تكون الجهة الإعلامية المعدة اليوم اليتيم العربي أن يكون هناك إعلام، لأن ما نراه من أعداد يمكن قليلة، يمكن دليل واضح على أنه يمكن الحملة الإعلامية لم تكن موجودة أو لم تكن هناك تغطية موجودة لهذا اليوم. اليوم شاركت في مسابقة الأيتام وعيد الأم، إن شاء الله تتكرر كثيرا. تقدم بالشكر الجزيل جمعية الخيرية والأخوة المشاركين على مثل هذه الفعاليات، ونتمنى مزيد مشاركة من أبناء القرية في مثل هذه الفعاليات. أعتقد أن مبادرة طيبة من الجمعية الخيرية تجمع الجماعة يعني على جمعة خير، وتلفت انتباهي لفئة من المجتمع. إن شاء الله يكون هذه اللفتة من الجمعية في استجابة لها إن شاء الله من مجتمع القرية إن شاء الله. اليوم قدمت جمعية الخيرية مشي رياضي بمناسبة عيد الأم ويوم اليتيم العربي، وشيء جدا جميل يربطون بين الإضافة للماراثون، شيء كلش تمام. أحب أشكر القائمين على هذا الماراثون، وهذه خطوة جيدة ولله الحمد، وأشوف الجماعة تجاوبوا وياها، وهذا شيء جيد، يعني ابتكارات تكون في الجمعية الخيرية واجد لطيف، مو بس على الناس عطونا بيزات وكذا، هاي بعد زين طريقة حليوة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والله يوفق إليكم لمشاريع أخرى. شاركت اليوم في الماراثون تكريما للأيتام لدعوة من جمعية النويدرات الخيرية، وهي مبادرة جدا جدا رائعة تؤدي إلى إكرام الأيتام، وأحسست أنا منذ صغري أحسست باليتم، فلذلك أحببت أن أشارك الأيتام في فرحتهم وفي يومهم، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله.